أهلا بكل مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. النهاردة في برنامج بدون رتوش هنتكلم في حلقة خاصة جدا عن الكتابة والشعر، وعلشان أقدر أتكلم عنهم كويس هكون مستضيفة الضيف مصطفى فرج الله حسن. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم، منورني. دلوقتي بقى حابة أن أنا أعرف بدايتك في الكتابة وحبك للشعر. لا، هو انا الحقيقه مش شاعر، يعني ما بكتبش شعر. انا وكنت بكتب زمان يعني، بس حاليا انا يعني بكتب قصص قصيره وروايات، وعندي كتاب مطبوع ملوش علاقه بالشعر خالص يعني. تمام. طيب انا دلوقتي عرفت ان حضرتك بتحب القصص المرعبه. بالظبط. كلمني عنها. وتحديدا يعني نوعيه الرعب النفسي، يعني اللي هو ربط علم النفس بالقصص او باحداث القصه، اللي هو يعني في بتبقى في امراض نفسيه وعقليه معينه بيبقى ليها نفس اعراض الساحر، فلما مثلا تبدا بها القصه زي كده فالقارئ بيحس انك بتتكلم عن اعراض ساحر، عن واحد مثلا معمول لعمل، فبتبقى بدايه القصه بدايه يعني فيها اللي هو بتبقى يعني رعب شويه، ولكن في اخر الروايه بتبقى تراجيديه، اللي هي لما بتتكشف احداث الروايه يعني. فمثلا زي ايه يعني؟ ممكن نقول قصه على الهواء كده. سمعني قصه يلا. يعني مثلا هنقول ايه، انا مش محضر حاجه. ف بعد ما توفت مراتي اصبت بحاله شديده من الاكتئاب، ما بقتش اطلع من البيت، حتى الاكل يعني ما كنتش باكل اطلاقا. وامي صممت ان انا لازم يعني اتجوز واحده تاني، ولكن انا ما قدرتش يعني، كانت كل حياتي يعني. وفي يوم صاحبي صمم ان انا لازم اطلع اتمشى، علشان القعدة في البيت بتزيد حتى حالتي النفسية. وانا بتمشى فبالصدفة لقيت واحدة بتشبه مراتي، نفس ملامحها، نفس الضحكة، نفس الابتسامة، نفس المشي. بعد محاولات كثيرة اتجوزنا، طبعا ده بعد وقت طويل يعني من ال... وفي يوم صممت ان احنا نطلع مصيف. الكلام ده كان من 3 شهور يعني. فروحنا اسكندريه، كان يوم جميل جدا، قضينا يوم كويس. ثاني يوم قالت احنا لازم ننزل البحر، بس انا ما بعرفش اعوم. خدت العوامة أو من غير عوامة ونزلت المية، الموج سحبها لجوا، فضلت تستغيث. أنا طبعا ما بعرفش أعوم، فكان شيء غريب إن حتى الشط كان مليان ناس، محدش سمعها على الإطلاق. أنا كنت مستغرب جدا ساعتها يعني إزاي. وتوفت طبعا، حالتي النفسية زادت سوء. روحت البيت وانا منهار جدا، امي صممت تعرف ايه اللي حصل. طبعا كنت خايف عليها، ممكن تجرى لها حاجة، فحكيت لها اللي حصل. قالت لي انت بطلت تاخد. انا بس هقطعك في حاجة بسيطة قوي، القصص دي يعني قصة حقيقية ولا من الخيال؟ انت كده يعني. لا يعني هو بتبقى خيال، ولكن ما ينفعش ان احنا نقول قصه ونكتب قصه ونقول انها يعني احداث خياليه عشان بس القارئ يندمج فيها او يندمج معها، فانت فصلت فيهم يعني. لا لا لا, لا مش كده. لا لا لا، هقول لك على حاجه. دلوقتي القصص، احنا ساعات بنمر بقصص في حياتنا، بنشوف ناس بتمر بقصص كده، فبالتالي احنا بنكتبها. ممكن تبقى قصه تبع حد، ممكن تبقى قصه تبعي، ممكن كل الكلام ده. فهو بين كده وبين كده. فهو يعني ده اللي انا عايزه افهمه عشان برضو المشاهدين يبقوا يعني فاهمين معانا. في قصص بتبقى خليط بين الواقع يعني، لازم بيبقى في سنس درامي ده علشان تبقى ايه، فيها حبكه دراميه او فيها او مقبوله شويه ادبيا يعني. لا بس هي الفكره ان كل القصص دي يعني من الوارد ان احنا نمر بيها في حياتنا، لان انت كمان يعني عينك دمعت، فبالتالي انت متاثر بيها جدا. بس انت ما تاثرتيش يعني، قطعتيني. لا انا لا 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 انا بتكلم بس علشان خاطر ان المشاهدين برضو يبقوا فاهمين، لما يجوا
قوي نيجي نكتب في القصص او نتكلم عنها. هو انا ما مرات احنا وقفنا لغايه لما نزلت لا لا يعني لا برضو انا عاوز ارد يعني على هو ممكن اكون انا ما مرتش بيها بس انا بقول لك في ناس كتير بتمر بحاجه زي كده وبكتر من كده يعني. طيب حضرتك كمل احنا لغايه ما نزلنا الميه. تقطعت هنا انا كنت قايلها يعني فلقيتها رفعت سمعت التليفون وبتكلم الدكتور بتاعي فبتقول له الحجم يا دكتور ابني بطل ياخد العلاج بتاعه وبدا يشوف تهيؤات وبرده لتاني مره بيقول لي ان مراته توفت. فما كنتش مصدق كنت مصدوم جدا فطلعت برا وانا مش مصدق اللي حصل فلقيت اخويا بيقول لي ايه اللي حصل بقول له حكيت له اللي حصل فلقيته زق الباب وهو بيقول لي ازاي ما فيش حد جوا امك متوفي لها 3 سنين كل في القصه ميتين الله يرحم جميع امواتنا اللهم امين يا رب. طيب انا دلوقتي يعني بدايتك بقى الحب القصص وبالذات ان انت ركزت على القصص المرعبه انا عايز اعرف بقى ليه انت ركزت على الجانب ده بالذات. بص يعني هو في قصه كده يعني انا ممكن احكيها بدايه للقراءه بشكل عام يعني وبالذات علم النفس يعني كنت في اولى ثانوي يعني فكان معي حته تليفون صغير يعني ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا بلعب يعني عليه كان عليه حته لعبتين كده على الفاضي والمليان سواء داخل الحصه وبره الحصه وبتاع وجنبي عيل لغيت صاحبي الروح بالروح بتاع بدون ذكر اسامي طبعا لحساسه الموضوع اسمه اسماعيل محمد الظبطي يعني فصاحبي قاعد جنبه وبتاع فبيقول لي ما تجيب التليفون هو بيقول يعني قلق وبتاع في فبقول له نعم قال لي ما تجيب التليفون العب بسويه هو قلق برضه في حرف الشين فبينطق سين يعني بتاع قلت له ماشي يعني ما فيش مشكله قال لي لا هم يعني 10 دقائق قدام لك هو برضه ألدغ في حرف الرف بينطق لام يعني هو الحقيقه في 26 حرف حتى كانت ترعبني هقوم اجري من لا 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 هو في 26 حرف لا هي ما لهاش علاقه انت خدتني من موضوع لموضوع لا ده قصص بقى وكده لا يعني البدايه ما كانتش رعب خالص يعني ما كانتش فيها هو اي نعم كان مرعب وكل بس الموضوع ما لهوش علاقه انا بالرعب المهم فيعني فالتليفون فبقول له فين التليفون فبيقول لي يعني ان التليفون وقع منه وعمل حادثه وبتاع وتكسر ووراني طبعا اثار الحادثه كان في حبايه صغيره كده فيه تقريبا كمان الف سلامة كان عامل حادثه بمكنه خياطه المهم فيعني بقول له فين التليفون فبيقول لي عملت حادثه وتكسر وبتاع فبقول له طيب يعني مش مشكله التليفون وروح في داهيه والخط برضه انا مش مسجل عليه غير رقمي بس يعني ممكن بس شريحه يعني لو قال لي لا ما راحت في الحادثه برضه بتاع فحسيت وانا بكلمه زي كده يعني اتوتر بدا يتعرق بقى يتهته هو بيتهته اصلا مش مشكله يعني بالنسبه له بقى يعني يعمل حركات يعني غير اراديه انا كنت طبعا تافه وقتها ماليش في فاستنبطت وقتها انه بيكذب يعني فوقتها انا ما كانش عندي اي خلفيه عن لغه الجسد او يعني فرحت جبت ورقه كده فكتبت كيف تكتشف الكاذب وكتبت طبعا ايه الاثار اللي ترتبت على وشه او على فبعد يومين لقيته جاب لي التليفون ففرحتي باللي انا كتبته رغم تفاهته وقتها يعني وبتاع كانت اكبر من فرحتي بالتليفون، ثاني يوم رحت اشتريت كتب لعلم النفس طبعا وبتاع من وقتها بدات اقرا في لغه الجسد بدات اقرا مثلا في علم النفس بالذات يعني وخاصه لابراهيم الفقي يعني وبدات بقى من هنا تبدا تكتب بقى قصص وكده لا طب ما كتبتش عن التنمر بما انك بتتنمر دلوقتي لا انا ما تنمرتش بما فيه الكفايه يعني فانا لسه ما انت بتقطعيني فما تنمرتش بما فيه المهم فما بداتش عن قصص وروايات يعني انا كنت لحد وقت ما من الاوقات كنت انا يعني
بستحيل ان انا اقرا قصه او روايه، هذا حاجه تافهه، مستحيل اقرا حاجه زي دي. انا كنت بقرا كتب علميه وكتب يعني لها علاقه بعلم النفس، كتب لها علاقه يعني بالعلوم، فيزياء بقرتها، وكنت بكتب في الفيزياء برضه لحد فتره ما يعني كده. وبعدين يعني جربت وقلت اجرب بقرا يعني ممكن، لقيت انه مفيد. جت بقى من هنا الفكره. ايه الكتاب بتاعك ممكن تكلمني عنه؟ والله انا معي نسخه يعني نسيت ما اجيبها. قولي اسمه. مدخل الى عصر الخرافات. الكتاب طبعا في حدود 500 صفحه. الكتاب عباره عن دراسه نقديه للحضاره الحديثه وتوابعها الاجتماعيه والعلميه والايديولوجيه. طبعا الكتاب يعني كان حصيله دراسه وكتابه عامين يعني. ليه بعدت عن الشعر بقى؟ انا مش شاعر. كنت بتقول زمان بقى كنت ده في الابتدائي يعني. ليه بعدت عنه رغم ان هو بيبقى فيه كده حس من الـ من الـ ما كانتش كتاب اللي هو انا لقيت نفسي في حاجه معينه فخلاص حبيتها يعني. اكتر يعني انت بدات الكتابه وبدات ان انت تعمل شعر وحسيت نفسك ان انت رايح للكتابه اكتر. رايح للكتابه اكتر وخاصه الكتابه الادبيه يعني بعيدا عن الشعر وبعيدا عن فكان الشعر مش اللي هو يعني. فممكن لو يعني انا نميت موهبه كتابه الشعر او انا عندي الملكه دي يعني او الهبه، ولكن انا بعدت عن الموضوع ده خالص. طيب لو جالك اي اراء سلبيه بتعمل ايه بقى؟ بتواجهها ازاي؟ لو حد مثلا انتقد اي حاجه من كتاباتك او كده؟ بتحصل، بتحصل كتير يعني. بص ما فيش واحد، انا هقولها لك، ما فيش واحد قرا كتابي ما انتقدنيش، ما فيش. يعني هو دايما كده، لو شفتيه اي حد عادي. لا لا لا، انت لو شفتيه هتنتقديني برضه يعني. الكتاب نفسه. انا متاكد يعني ممكن لو جبناه وشفتيه هتنتقديني برضه يعني. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ما لازم تشوفيه يعني. ما ينفعش اقول لك ليه، لازم انت تشوفيه. انت كده بتعمل دعايه. لا والله ما دعايه، والله ما دعايه. لا لا دي حاجه حقيقيه. انك تقول للجمهور يا جماعه لازم تشوفوا. لا هم عارفين برضه اللي عنده، عارفين كويس يعني. اي حد حتى لو دكتور في الجامعه يعني، في دكاتره بدون ذكر اسماء يعني، مش هذكر اسماء المرات يعني، فياخذوا الكتاب فيقولوا لا لا الكتاب كله اخطاء يعني وبتاع، ما يفتحوش، يقروا الاهداء وبعد كده ما يكملوش الكتاب. الكاتب الجميل مصطفى فرج الله حسن، كنت منورني في برنامج بدون رتوش. و طيب يعني ده لسه معلش وقتنا ضيق جدا. طب سؤال ثاني. اتفضل. انت اللي تسالي، انت اللي تسالي. انا اسالك سؤال ثاني المره الجايه. المره الجايه نسال سؤال ثاني ان شاء الله. انا سعيد يعني، انا نستضيفك ثاني بس تيجي بدري ان شاء عشان الله. انت اللي اخرتنا عن الموضوع. في حاجه برضه يعني، هو لو كانت مده اللقاء دي يعني 30 ثانيه، فانا كنت يعني هستغل الوقت ده ان اقدم الشكر لأربعة وستة من الأشخاص يعني اللي أنا يعني تشرفت جدا بمعرفتهم يعني. عبد الخالق بيوي، ومعالي المستشار محمد بيو صلاح، ومعالي المستشار أحمد بيو أبو الوفا، ومعالي المستشار محمد بيو جمل. لا انا عايزك بس تبص لكاميرتك كده. ما انت ما قلتليش وانت ايه، وانت بتوجه لهم التحيه. فتبص لهم بقى في الكاميرا بتاعتك. انا بوجه لهم كل الشكر يعني. دول من اكثر الاشخاص يعني اللي اي حد ممكن يتعرف عليهم يعني يستفيد منهم، او سواء من الناحية العلمية أو من الناحية الخلقية، فناس يعني عظيمة يعني. يعني أنا ما نسيتش بس، وأحمد بير رشوان طبعا يعني من أكثر الناس طبعا أن أنا يعني كنت سعيد أن أنا عرفتهم في حياتي. طبعا أنت كلنا طبعا لينا ناس يعني من غيرهم ما كناش هنكون في المكان اللي احنا فيه. بس كل اللي عايز اقوله في الموضوع ده كله ان انا اقدم الشكر طبعا للناس المحترمه دي. كلنا طبعا بنقدم كل الشكر لكل حد كان سبب في اللي احنا يعني وصلنا له. وبرضه لابراهيم، واكيد حد من اهلك برضه يعني. انا مامتي مثلا. اهم حاجه برضه يعني ما ننساش ان اسماعيل الظبط برضه ليه فضل كبير. انا بدات اهالينا طبعا ليهم كمان فضل علينا في كل حاجه احنا وصلنا أكيد لها. طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا يعني. وكل اللي انت شكرتهم على الهواء. لا و
وأصدقائنا يعني في ناس كثيرة وقفت جنبي في ناس دعمتني. لازم نشكر كل الشكر لكل شخص كان لي علامة إيجابية في حياتنا، نشكره جدا وإن شاء الله يبقى لينا لقاءات أخرى بإذن الله. الكاتب مصطفى فرج الله حسن، كنت منورني في برنامج بدون رتوش. أنا سعيد جدا طبعا يعني بالاستضافة وباللقاء الجميل ده يعني. شكرا. أتمنى أن أنا أكون يعني خفيف عليكم إن شاء الله. شكرا ليك. دكتين أكيد أكون خفيف يعني. شكرا ليك وشكرا لكل مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان.